من جديد مشاهدينا برحب فيكم بها البزنس شو بزنس ماج، ومنكمل مع خبر خاص بقطاع الاي تي. وبحسب احدث تقارير التوقعات الصادره عن مؤسسه الابحاث والدراسات العالميه غارتنر، فقد ارتفع حجم توقعات الانفاق العالمي على الاي تي او تقنيه المعلومات ليبلغ 3.8 تريليون دولار خلال العام 2015، اي بزياده 2.4% عن العام 2014، إلا أن معدل النمو هيدا كان أدنى من مستوى التوقعات السابقة يلي أشارت ل 3.9%. وبيعود سبب هالبطء بتحقيق التوقعات خلال عام 2015 بدرجة كبيرة لارتفاع معدل صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية الأخرى، بالإضافة للتراجع المتواضع بتوقعات النمو بالنسبة للأجهزة وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات. ويعتبر هالتقرير الصادر عن مؤسسة غارتنر مؤشر رئيسي لتوجهات التقنية السارية على امتداد أسواق الأجهزة والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات. فعلى مدى أكثر من عقد يعتمد قطاع تقنية المعلومات والرؤساء التنفيذيين بقطاع الأعمال على المستوى العالمي على توقعات هالتقارير لاستكشاف فرص الاستثمارية والتحديات اللي بتواجههم بالأسواق. نوصل لخبر بخص إحدى الشركات الأبرز بعالم السوفتوير، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية أنه أرباحها الفصلية تراجعت ل 5.860 مليار دولار أو 71 سنت للسهم الواحد خلال الربع السنوي المالي الثاني من 6.560 مليار دولار أو 78 سنت خلال الفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8% إلى 26.5 مليار دولار مقابل توقعات بإيرادات 26.3 مليار دولار ومقارنة بإيرادات 24.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. شو الأسباب لهالانخفاض بالأرباح بوقت فيه ارتفاع مقبول بالإيرادات؟ الشركة اللي شارك بيل غيتس بتأسيسها أشارت إلى أن نتائجها المالية تضمنت نفقات إعادة هيكلة بمقدار 243 مليون دولار أو أثر سلبي بقيمة 2 سنت للسهم، وبتتعلق هالنفقات بالخطة اللي أعلنتها مايكروسوفت بتموز يوليو سنة 2014، بالإضافة لاندماجها مع وحدة نوكيا للهواتف النقالة. نوصل للاسم الأخير من حلقتنا، حيث أعلنت شركة ستاربكس الأمريكية عن ارتفاع أرباحها الفصلية خلال الربع الأخير المنتهي بكانون الأول الماضي بقيمة 80 سنت ل 1.3 دولار للسهم الواحد أو 983 مليون دولار من 540 مليون أو 71 سنت خلال الفترة نفسها من 2013. وارتفعت مبيعات ستاربكس بنسبة 13% ل 4 مليار و800 مليون دولار خلال الربع السنوي الأخير من 2014 يلي شهد موسم العطلات. وبتتوقع الشركة أنه تتراوح أرباحها هالسنة بين 3.09 و 3.13 دولار للسهم الواحد، كما بتتوقع أرباح بين 64 و 65 سنت للسهم الواحد خلال الربع الثاني من 2015، مقارنة بالتوقعات اللي أشارت لأرباح بمقدار 68 سنت خلال الربع الثاني و 3.13 دولار على مدار السنة بأكملها. خبرنا الأخير بحلقة اليوم من نيويورك، حيث بلغ عدد السائحين اللي زاروا المدينة مستوى تاريخي بعام 2014، وكانت جودة الحياة وانخفاض معدلات الجرائم والتنوع هن أكثر ما جذب السياح للمدينة. وأصدر مكتب عمدة نيويورك سيتي للسياحة والتسويق بيانات أظهرت أنه 56 مليون و400 ألف سائح، يعني 56 مليون ونصف تقريبا، زاروا المدينة خلال سنة 2014، ونتج عن ذلك عائد بحوالي 61 مليار دولار و300 مليون. كما حققت السياحة بالمدينة إيرادات ضريبية بقيمة 3.7 مليار دولار، بالإضافة لتوفير أكثر من 350 ألف وظيفة. وبهالسياق على عمدة نيويورك على هالبيانات مؤكد أن الجودة المتميزة بوسائل المعيشة وتدني معدل الجريمة كانوا السببين الرئيسيين لجذب أعداد قياسية من السائحين. قبل ما نختم بزنس ماج لليوم، خلينا نروح بجولة على أبرز التصريحات الاقتصادية لهالأسبوع مع كوتس.
هيدا كان كل شيء ببزنس ماك لليوم، نشوفكم الأسبوع الجاي. باي. أرقام عن أرقام تفرق، بزنس ماك كل الأرقام. باي.